Bastien. طب يلا يلا بينا نغير بس يلا بينا. اوعى تنسي لازم قبل ما تغيري الحفاض نشطف الطفل بميه دافيه وننشفه كويس. لازم تستخدمي كريم واقي علشان يحمي بشره طفلك ويرطبها ويشفيها في حاله وجود التهابات الحفاض. لازم تغيري الحفاض مره كل 4 ساعات علشان تحمي طفلك من الالتهابات. بكده نبقى عرفنا ازاي نحمي البيبي من التهابات الحفاضات. نشطفه بميه دافيه بعد الاخراج وننشفه كويس. نغير الحفاضه كل 3 ل4 ساعات. نستخدم كريم واقي علشان يحمي بشره طفلك ويرطبها ويشفيها. وعايزه الفت انتباه الامهات ان فتره التسنين بتكون مهمه جدا، فيها العنايه بتغيير الحفاض والانتظام في استخدام الكريم عشان تركيبه الاكل بتاعه البيبي تتغير وبالتالي تركيبه الفضلات. برعايه سودو كريم، يلطف، يشفي، يحمي.